أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري يأتيكم من قناة ريمال تيفي. كشف عبد اللطيف اللودي الوزير المتدبلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أنه سيتم استئناف الخدمة العسكرية خلال العام المقبل بعد توقفه لسنتين بسبب جائحة كورونا، حيث أشار إلى أن القوات المسلحة الملكية عملت على توفير الإمكانيات اللازمة والمناسبة لتكوين الفوج 37 للمجندين. وأضاف اللودي بحسب تقرير صدر عن اللجنة الخارجية والدفاع الوطني عقب تقديم ومناقشة ميزانية الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أنه تنفيذ للأوامر السامية للملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. تولي القوات المسلحة الملكية أهمية كبيرة للخدمة العسكرية من أجل النهوض بأوضاع الشباب من خلال تمكينهم من المساهمة في خدمة وطنية والحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين. عقد خالد أي الطلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء لقاء عمل مع وفد عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تم حوار أساسا حول مخطط الوزارة لتلقيح اللاجئين الموجودين فوق التراب الوطني ضد فيروس كوفيد 19. وأفاد خالد أي الطلب خلال اللقاء بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شرعت في تنفيذ استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل اللاجئين، وذلك تمشيا مع السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي تم إرساؤها وفقا لتعليمات الملك محمد السادس، خاصة بهدف تعزيز ولوج اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الرعاية الصحية. أما رياضيا، تجهز إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم عرضا لتجديد عقد لاعبها الدولي المغربي محمد الناجم الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الكروي الجاري. وأكدت وسائل إعلام مصرية أن الناجم يدخل ضمن مخططات الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك ولا ينوي الاستغناء عنها. وأضافت المصادر نفسها أنه من المستبعد عودته إلى نادي الوداد الرياضي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. وشددت المصادر ذاتها على أن إدارة الفارس الأبيض لن تفرط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة من الانتقالات. تجدر الإشارة إلى أن الناجم كان معارض خلال الموسم الكروي الماضي إلى الوداد الرياضي وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بدرع الدوري المغربي. يضع مسؤول الرجاء الرياضي آخر الترتيبات من أجل استقبال فريق شباب المحمدية بالملعب البلدي ببرشيد عوض مركب محمد الخامس الذي يخضع للصيانة على مستوى العشب، علما أن إدارة النادي الأخضر تحصلت أيضا على ترخيص من سلطات وإدارة ملعب مراكش لإجراء المواجهة. وأكدت بعض المصادر أن المكتب المديري للرجاء الرياضي استقر على استقبال مباراته أمام شباب المحمدية في الملعب البلدي ببرشيد عوض الملعب الكبير في مراكش بسبب استقبال هذا الأخير مباراة الكوكب المراكشي في الثالثة بعد زوال نفس يوم مباراة النسور، علما أن السلطة المحلية بالمدينة وإدارة الملعب منحت الترخيص لإدارة الرجاء الرياضي بإجراء المقابلة. وارتأت إدارة الرجاء الرياضي عدم المغامرة بخوض المواجهة فوق أرضية ملعب مراكش الذي سيكون مسرحا لمباراة أخرى ثلاث ساعات فقط قبل موعد مباراة النسور أمام شباب المحمدية. ويخوض الرجاء الرياضي أولى مباريات بقيادة مدربه الجديد البلجيكي مارك فيرموس الجمعة انطلاقا من 6:15 مساء أمام شباب المحمدية بأن الجولة 11 من منافسات الدوري المغربي الاحترافي. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية موجزنا الإخباري، إلى اللقاء.